دكتور تانيا عكوش اختصاصية بالتغذية، بتتناول موضوع خسارة الوزن وتأثير مقاومة الأنسولين على تخزين الدهون وتكيسات المبيض وإمكانيات أن تؤدي إلى زيادة الوزن. مرحبا وأهلا وسهلا فيك وشرفتينا دكتور تانيا. هاي يا هلا. كيفك دكتور؟ تمام مش الحال دكتور. الموضوع كتير مهم وبتعنا فيه كل النساء، يعني الكبار والصغار، واللي هو تكيس المبيض وشو بيأثر على صحتنا وعلى يمكن السمنة أو على الضعف الزائد، شو بيأثر على جسمنا بشكل عام. بداية شو هو تكيس المبيض؟ هلأ بداية مثل ما ذكرت أنه هو كتير بيأثر على النساء، لدرجة أنه امرأة من كل 10 عندها تكيس من المبيض، يعني هو هالقد فريكوينتلي موجود بمجتمعاتنا، وخصوصا كمان عند الصغار اكثر من عند الكبار، يعني عند سن البلوغ واول ما تكون البيريد بعدها عم تزبط كمان الريسك اعلى من عند امراه بالغه وجسمها كامل. هلا شو هو تكيسات المبيض؟ هو عباره عن كيست، يعني تكيس كيست كثير صغير بصير موجود على الرحم. هذا الكيست بيعطي نتيجه عكسية على الجسم يلي هي بيعمل مقاومة للأنسولين، بيعمل زيادة للوزن، وزيادة الوزن بتزيد احتمال تكيسات المبيض، يعني هن سيركل، يعني منه معروف زيادة الوزن سببت تكيسات المبيض بالأول ولا تكيسات المبيض سببت زيادة الوزن بالأول. سو هن فيك تعتبريهم مثل سيركل، إذا وجدت وحدة تنوجد الثانية وبيدعموا بعض. حلو. طيب شو أسبابه؟ ليش بيكون عنا دكتور تانيا تكيسات بالمبيض؟ هلا فيك تقولي إنه تقريباً 50% هي وراثة، أوكي؟ الشق الثاني مثل ما قلت لك زيادة الوزن كمان ممكن يسبب كتير، يعني فيك تقول 30% من النساء اللي عندها تكيسات مبيض سببها السمنة أو زيادة الوزن، يعني اليوم السمنة بدها تأثر على الهرمونات بالجسم خصوصا على الانسولين بيؤدي لتكيسات بالمبيض. عندك استغربت لانه قلتي ذكرتي انه قبل البلوغ، يعني تينيجرز عاده ما بيكون عندهم هالسمنه. لا مش قبل البلوغ، لما يبلغوا بس تكون البيريد بعدها مش ما ركلجت. اوكي ايه ما ركلجت عندهم. بتعرفي بهيدا العمر ببلشوا ينصحوا يعني او عندك الكتير سكيني اللي بخافوا او عندك يلي بيكونوا تو اكستريم يلي بيكونوا معبيين. سو اللي ناصحه او اللي عندها زياده وزن بيكون عندها ريسك اكثر انه تعمل تكيسات على المبيض. عندك اكيد كمان السبب الكثير معروف يلي هو السيدنتري لايف ستايل هلا، يعني طبعا. اللي ما بيتحرك، اللي ما بتتحرك، اللي ما بتعمل سبور على التليفون على التي في كل النهار، هيدا كمان كثير بتاثر. اذا اخذوا هرمونات بيلز ليزبطوا الدورة أو شيء، ممكن إذا الدوز منه مزبوط من دكتور أو ديوريشن الدواء كمان تكون عم بتسبب هيدا الريسك. طيب دكتور قبل ما ندخل بموضوع التغذية وتكيس المبيض، دايماً بنسمع إنه أكلنا له علاقة بتكيس المبيض، بيقول عم ناكل كتير هرمونز من الدجاج من الفواكه الفريز عم يجي هيك قده، يعني كل شيء فيه هرمونز، قد ايه بيأثر هيدا الشيء؟ وبعدنا هون نص مصيبة مقارنة لبلاد برا. صحيح. هلا هون أكثر لأنه كل حدا يعني فيك تقولي بيزرع أو نحن بناكل من الزرع اللي مزروع بلبنان، وأكثريتهم ما في بقلبه هرمون إلا الدجاج، لأنه معروف إنه الدجاج عندنا مليان هرمونات. هلا هيدا الشيء بيأثر كثير على البيريد، يعني ممكن توقف البيريد، تتأخر، يعلى هرمونات النسائية الأندروجين، ممكن يعلى التستوستيرون بالجسم، يعني كثير بتأثر بشكل سلبي بيؤدي لتكيسات المبيض. اوكي دكتور، غير السمنه شو اللي ممكن يخلي صبيه او ست تحس انه عندها تكيسات؟ البيريد تبعها ما بتكون منتظمه، الدوره الشهريه ما بتكون منتظمه عندها ابدا. ثاني شيء ممكن كثير تحس انه شهيتها عم تتاثر بشكل كثير، يعني يوم عبالها شوي عبالها سويت، شوي عبالها مالح، يعني شو بيقولوا الجوت الكريفينجز تبعها ما بيكون ستيبل، منه مزبوط. يعني هي بتحس حالها انه مش معقول باكل حلو باكل مالح باكل حامض، انه منه مزبوط. الستريس
بتعرفي الهرمونات بس يتلخبطوا بيعملوا لك ستريس وتوتر وعصبيه غير مبرره، وعندك كمان الشعر يلي بيطلع بالجسم بمناطق ما لازم تطلع عند النساء مثل بالوش بالصدر بالتشست. يعني هيدا اذا بدك السيمتومز يلي ممكن الصبيه تشك انه انا ممكن يكون عندي تكيسات بال، ما في اوجاع وما في ريسك بانه الصبيه ما تحبل او بلا طبعا، ما هي يمكن تلخبط البيريود بتوقف حتى اوقات الدوره الشهريه سو ما بتكون قادره تحبل، ممكن تحس حالها انه عم تنصح بمنطقه البطن بس، يعني عم تكبر بطنها بس. كمان هدول كلهم هلا كيف تكتشفها؟ اكيد بتروح عند جينيكو دكتوره نسائيه بالايكو بتبين، وممكن تعمل فحوصات هرمونات كمان بتبين. دكتور، علاقة تكيس المبيض بالأنسولين اللي هي علاقة كتير كبيرة وطيدة فيك تقولي إنه best friend يعني بيمشوا سوا، عرفتي كيف؟ هلأ شو أول شيء يعني مقاومة الأنسولين؟ يا ريتهم بيفترقوا هلأ نحن مجرب نبلش نفرقون، عرفتي؟ هيدا دورنا. شو يعني أول شيء مقاومة الأنسولين؟ يعني مقاومة يعني السلس تعولنا الخلايا جسمنا عم بتقاوم الأنسولين، ما عم بتخليه يلزق مزبوط على السلس ليعطي مفعوله يلي هو دوره الأساسي إنه ينزل معدل السكر بالدم. هيدا سبب الانسولين طبعنا. سو نحن في حال عنا مقاومه انسولين البنكرياس بيعتبر انه ما فرز انسولين زياده لانه بعده سكر الدم عالي، بيقوم بيفرز فيك تقولي ليت سي دبل الكميه الانسولين، اوكي، لانه عندي مقاومه يعني بصير في افراط، بصير في عندي بجسمي كثير انسولين بالدم، والانسولين معروف انه هو هرمون بحول كل السكر اللي موجود بالدم لدهون. سو بالتالي بدل ما يحول كميه صغيره بصير يحول الدبل، كرمال هيك بنصير ننصح اذا عندنا مقاومه انسولين. كيف نحارب هيدا الشيء؟ يعني إذا كان عنا تكيسات على المبيض مفروض نوقف كل شيء سكر، كل شيء خبز، كل شيء باستا، يعني كل شيء. هلا هيدا التحليل البديهي إنه الأنسولين بيعلى لما آكل سكر، سو أنا بدي أقطع كل شيء سكر. مش بس سكر، منعرف لأنه مرضى السكري كمان ما بيأكلوا أكيد كل شيء في نشويات يعني. هلا فيك تعتبري إنه اللي عنده يعني مقاومة أنسولين هو مريض سكري، يعني pre diabetic، يعني عنده احتمال كبير يصير مريض سكري إذا ما تعالج. إذا ما تعالج أوكي. طبعاً هلأ بيتعالج، أول شيء ممكن يتعالج بأدوية طبعاً، وممكن عندك البارت الثاني يلي هو التغذية والرياضة، هيدا اللي بتقلل مقاومة الأنسولين بكل الستيجز. ممكن التغذية والرياضة إذا بعده منه سكري، يعني إحنا عم نحكي حتى عنده تكيسات مبيض مقاومة أنسولين بكل الستيجز تتعالج بهيدا الطريقة. سو هي اليوم إذا انتبهت على أكله منا مضطرة إنها توقف النشويات، لأنه بتعرفي عندك نشويات صحية طبعاً، وعندك نشويات ما فيها إلا غير صحية، بس إنه بتعلي السكر بالدم بشكل أسرع. سو نحن اليوم إذا اعتمدنا على let's say خبز أسمر، على البطاطا، على الكينوا، على البرغل، ابتعدنا عن السكريات، الكيك، الحلويات، البونبون، كل المشروبات الغازية، العصير، كل شيء بيطلع السكر بشكل كتير سريع. نحن اليوم ما منكون علينا السكر بالدم بشكل سريع، بنكرياس فرز أنسولين بشكل كتير مقبول وجسمنا اشتغل بشكل صحي. بس إذا أنا كتير بأكل حلو أو بعد كل وجبة، بتعرف في عالم بعد كل وجبة بيتحلوا غير طعم التمة وما بعرف، وهون بتصيري عم تاكلي كتير نشويات، يعني كتوتال أوف ذا داي كتير أكلتي، البنكرياس رح يفرز تلقائيا كتير أنسولين، وبالتالي رح تلاقي حالك إنه عم تنصحي ورح تكوني عم تزيدي حالة تكيسات المبيض اللي عندك ما عم بتعالجيها. سو أول طريقة لنخفف من ريسك مقاومة الأنسولين إنه نخفف التريجر إذا بدك اللي بيخلي السكر بالدم إنه يعلى، يلي هو النشويات أو السكر السريع منسميه، يعني سكر الطاولة، كل شيء بنحط له سكر سريع. أوكي، بس إنه فيك تاكلي اليوم بيتزا معمولة من شوفان،
فيك تاكل بيتزا معمولة من شو اسمهم كينوا بريد، يعني من أي شيء. بدنا بيتزا لا بتعرف شو دكتور؟ ما هي انتبهي، هن بيعطونا الحل بس دكتور وقت اللي البيت كله طبيعي كتير من الصعب إنه الست أو الصبية تعمل وجبة لحالها، بس هي هيدا السؤال يعني، وإلا ما في حرمان معك. إيه بس هيدا اللي أنا بجرب حله على الإنستغرام تبعي، لأنه أنا بنزل ريسيبيز أكل صحي وعن جد كتير طيبين يعني. يعني فيها العائلة كلها تتناول منه. Exactly. عشان هيك بقولون. وما بيكونوا غير مستفيدين. لا ونحن على البوزيتيف عنا ببيئتنا يعني حتى بالعالم العربي إنه نحن أكلنا صحي يعني صح. أساسه صحي، بس شوفي كل أم كيف عم تطبخه هون اللي بتصير. يعني نحن عادة ناكل رز مع يخنة خضرة which is كتير منيح، أكلت كارب أكلت خضرة ومحطت له دايما أو دجاج أو لحمة، يعني طبخنا كتير صحي. بس فيك مثلا جيب let's say برجر ثلاث أرباع العالم تقليها، بينما أنت فيك تحطيها بالفرن وتعطيك نفس الطعم. إيه هيك فعلا طبعا. إيه سو في قصص نحن قادرين نعملها مانج، بس عن جد في قصص إنه مش طيبة إلا إلا ما فيها. أول دايتيشن بتعترف بهذا الشيء. لا لا بعترف. فينا نقطع أشياء بس مش كل يوم. فينا نقطع بس إنه هي لازم تعرف كيف تقطع. يعني اليوم إذا أنت عندك مقاومة أنسولين يفضل السويت اللي بدك تاخديه ما تاخديه لحاله. يعني أنت مش بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الغداء تروحي تاكلي قطعة كنافة بقطر، لأنه رح يطلع كتير السكر بالدم. لكن ما شو بدنا ناخده بعد الغداء دايركتلي أنت خلص بالغداء عندك في دهون صحية، في عندك فايبرز ألياف هو ببطئوا عملية الهضم. سو أنت لما تاكلي السكر حيكون مفعوله، لأنه رح يتأخر هضمه بالمعدة، سو حيكون مفعوله على سكر الدم أبطأ. يعني بدل ما يعلي بيك هيك رح تكون لأنه مضطر معدتك عم تهضم فات وعم تهضم ألياف وعم مشغولة وبروتين وهيك، سو ما رح تكون عم تعمل لك بيك للأنسولين للسكر، سو ما في بيك للأنسولين. يعني أنت فيك تعتبري حالك إنه مثل غشيت جسمك شوي. يعني مزبوط العالم وقت اللي بتتحلى هن اللي معهم حق. إيه بس ما الكمية ما تنسى الكمية لها دور كتير كبير، لأنه هلا إذا دغري من بعد الغداء دكتور أساساً ايه؟ ما رح فيك تاخدي كمية كبيرة. عادة تنطري إنه شوي أفضل شيء إنك تاكليها دغري، إذا أنت عن جد بدك تتحلي تاكلي بيس صغير. بس هيدي الطريقة ما بتزبط إذا أنت اليوم عندك زيادة وزن وبدك تضعفي، لأنه أنت عم بتزيدي كالوري على الدايت تبعك. يعني بتزبط وما بتزبط. سو أنت فيك تمرقيها إذا مسكرة معك يعني بدي أكل سويت، بس أنه ما تصير كل يوم وبعد كل وجبة عادي. لأنه إذا نحن مثل ما بيقولوا شيعنا الخبرية العالم رح تاكل الصبح ظهر بالليل. دكتور سيري وانفتحت معلش بين هي لين رح اطرح عليك السؤال. شو اسمه كالوري دايت؟ اوكي كالوري ديفيسيت. اوكي اذا الواحد قلل من وجبته الاساسيه وهيز كاونتينج هيز كالوريز في ياخذ سويت ويضعف برضه؟ ايه اكيد. اوكي هيدا اللايف ستايل دايت. نشتغل يعني فيك تشيلي شوية دهون شوية كاربس. يعني أنت اليوم لتسي جسمك بده 1500 كالوري، بس أنت في قطعة كيك بتحب تاكليها كل يوم فيها 200 كالوري، كلي 1300 وخد الكيك تبعك كل يوم. أنت مع هيدا الدايت؟ أنا مع هيدا الدايت. الرياضة قد ايه مهمة بالتكيس المبيض؟ كتير مهمة لتكيس المبيض ولا مقاومة الأنسولين، لأنه أول شيء بتخفف من الريزيستنت، يعني بتخلي ريسبتور الخلايا اللي موجودة بالجسم تستقبل الأنسولين بشكل أقوى، وكمان بتساعدنا من ميلة تانية أنك تضعفه. سو هي بتشتغل على الاثنين، يعني بتحسن السنسيتيفيتي تبع الأنسولين على السلس تاعولك وبتضعفك، ولما تضعفه رح تخف تلقائيا مقاومة الأنسولين. سو هي يعني فيك تقولي أساسية، وشو ما كانت إذا كانت كارديو إذا كانت ريزيستنت، بس نحن منفضل الكارديو لأنه معروف أنه الكارديو بيوطي السكر
بالدم. يعني إذا 20 دقيقة بيخلص السكر عندك بالدم، يعني بيحرق السكر سريع. وكمان مقاومة الرياضة، المقاومة كمان بتساعدك أنك تحرق السكر، بس دايماً بنفضل الكومبينيشن. إذا بدك هلأ الكوتش بتكملكم الخبرية، بنفضل الكومبينيشن بين كارديو ريزيستنت كرمال. أول شيء لتضعفي بدك تحافظي على العضل لأنه بحافظ لك على حرق عالي، وتاني شيء بدك تحرق دهون. الكارديو كمان بيساعدك تحرق دهون. بنهاية حديثنا دكتور تانيا، ايه بدي اعرف منك، هل لازم نراقب حالنا لنعرف لوين وصلنا؟ طبعا هلا فينا نراقب مثل ما كل العالم. الاسهل شيء تراقبي اول شيء البيريد تبعك، الدوره الشهريه اذا منتظمه. ثاني شيء فيك تحسبي كتله جسمك، طولك بالنسبه لوزنك، بتعرفي حالك اذا انت عندك خطر انك تنصابي بتكيسات المبيض او لا. بس هي مثل ما قلت لك، يعني في اكثر من ريسك. يعني اذا اليوم وراثي اكثر من فاكتور، اذا اليوم وراثي وما بتعمل سبور وبتاكلي كثير سويت وعندك زي زيادة وزن، يعني ريسك. انت تيبيكلي حدا رح يصير عنده تكيس مبيض. نشكر وجودك معنا دكتور تانيا عكوش، حضرتك اختصاصية بالتغذية وفتينا كثير اليوم والموضوع كان جدا مهم. ثانك يو. مشكورة. ثانك يو.